فينا نشوف تقرير عن مواجهة الأهلي بكرة بإذن الله مع أوروارا الياباني، ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا. للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام أوراو الياباني في مباراة المركز الثالث والرابع لحصد الميدالية البرونزية لمونديال الأندية. الأهلي بقيادة مدرب السويسري مارسيل كولر يسعى لمصالحة جماهيره بعد الخروج من نصف نهائي المونديال بالهزيمة أمام فلومينينسي بثنائية، ولا يجد لاعب الأهلي سوى تحقيق الميدالية البرونزية ليختتموا بها مشاركتهم التاسعة في المونديال ولتكون خير إهداء لجماهير القلعة الحمراء. الأهلي يبحث في مباراته 25 في مونديال الأندية عن تحقيق الفوز 10 ليعزز وصافته لريال مدريد في قائمة الفرق الأكثر فوزا ب 12 انتصارا للملكية، كما يبحث أيضا عن الميدالية البرونزية الرابعة ليكون أكثر الفرق تتويجا بها عبر تاريخ المونديال. رغم التفوق التاريخي للأهلي أمام الفرق الآسيوية بالفوز في 4 مواجهات والهزيمة في مثلهم من أصل 8 مواجهات، إلا أن الأهلي فرض تفوقه الكبير على فرق آسيا في آخر 3 مباريات آخرهم اتحاد جدة والذي تفوق عليه بالثلاثية. أما عن الفرق اليابانية فتعد مواجهة الغد هي الثانية في المونديال بعد فريق هيروشيما الذي فاز عليه الأهلي 2-1 في ربع نهائي نسخة 2012. للمرة السادسة في تاريخه يلعب الأهلي على لقب الميدالية البرونزية أملا في التتويج بها للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة في آخر 4 نسخ مونديالية في مواجهة تاسعة أمام الفرق الآسيوية. فهل ينجح الأهلي في مواصلة مسلسل انتصاراته على فرق آسيا ويعود لجماهيره بالميدالية البرونزية، أم للفريق الياباني رأي آخر؟